فهذا هو اللقاء 13 برنامج إثراء بقيادة الأستاذ أحمد أبو الخيل وفريقه المميز في إدارة الاتصال والإعلام. فإن شاء الله نبدأ الآن مع ضيفنا الكريم. ضيفنا مميز جدا. ضيفنا هو مؤسس خوارزمي القابضة، وسابقا الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وعضو في مجالس ولجان متعددة منها البنك المركزي السعودي وأوقاف للاستثمار والصندوق الوطني لتطوير البنية التحتية، وعضو في منتدى القادة الشباب العالمي 2019. معانا الدكتور إبراهيم المعجل، حياك الله طال عمرك وأهلا وسهلا فيك. الله يحييك وتشرف وجودي معكم. السلام عليكم جميعا، سمو الأمير، الزملاء والزميلات، سعيد جدا بوجودي معكم في هذا الصرح الرائع، ونحتفل وأبارك لكم جميعا مقدما على 50 سنة. بيكون إن شاء الله اللقاء عبارة عن 4 محاور، فبعد ذلك بعد انتهاء المحاور بيكون إن شاء الله عندنا وقت الأسئلة، يعني بناخذ ونعطي إن شاء الله بحيث أن تكون تبادل الفوائد بين الجميع. المحور الأول بيكون اللي هو بداية الرحلة، طبعا لما نتكلم عن بداية الرحلة نقصد بداية الرحلة الوظيفية. المحور الثاني بيكون تجاوز الصعوبات والتحديات. المحور الثالث مرحلة التغيير واتخاذ القرار، ثم نصائح خاصة يقدمها الدكتور للشباب في بداية حياتهم المهنية. فاسمح للدكتور نبدأ مباشرة بالمحور الأول وبأول فقرة فيه. أحد الأسئلة الموجودة لدينا: في ظل وفرة الفرص والتطور الذي تشهد كافة القطاعات يعني في المملكة العربية السعودية، كيف يمكن للمبتدئين تقييم فرص العمل المختلفة وعلى أساسها يتم الاختيار؟ أولا دامك في الهيئة الملكية في مكانك صح إن شاء الله. احنا نعيش في فترة ذهبية الآن، إن نعيش في وقت البلد كله يتحول، البلد كله يطموح. ترى هذه احنا تعودنا عليها الآن الحمد لله، بس كل ما أسافر برا وكل ما أقابل جهات خارجية أستشعر النعمة اللي احنا فيها. نكون جزء من إعادة صياغة بلد بكامل، هذه ما تحصل. ترى يعني تعودنا عليها الحمد لله، بس ترى يبينا نفكر ونستذكر فترة رائعة جدا. فالشخص في البداية تأكد انك كيف ممكن تصير جزء من هذه القصة الرائعة، كيف تكون جزء من التحول اللي بعد 20 30 سنة. يقول الله جزاهم خير اللي عملوا في هذاك الوقت واسسوا لنا شيء بقى لنا الى الان ونفع عيالنا وعيال عيالنا ان شاء الله. ما هي ابرز التحديات والعقبات اللي تواجه المبتدئين في مشوارهم المهني؟ طبعا احنا نركز بالذات على موضوع المبتدئين، كون الكثير في موظفين جدد ويكونون شباب وشابات، فبشكل عام وش هي ممكن ابرز التحديات والعقبات اللي ممكن تواجه المبتدئ في وظيفته؟ يمكن اهمهم هي التحدي الداخلي، والكثير يبي يجني الثمار مبكرا. الفرص جميله جدا، بس تاكد من اختار الفرص اللي تراها تستثمر فيك وليس تاخذ منك. في البدايه بالذات المهم مو المنصب ولا الراتب ولا كذا، كلها مهمه، ولكن الاهم هي بناء نفسك. كيف تجهز نفسك بعد 10 15 20 سنه تكون مقتدر وقادر على انجازات اكبر ونجاح اكبر. فيمكن من اهم الاشياء الان في البدايه انك تتاكد داخليا، هل انا مرتاح نفسي اني بستثمر في نفسي؟ هل انا مستقر؟ لان الفرص واجد والمغريات واجده والتنقل واجد. اضعف شيء اشوفه بكره كشخص ممكن يوظف المستجد اللي تشوفه كست شهور ولا سنه في مكان، اللي تشوفه كل سنه سنه ونص توجه مختلف. هذا حتى لو انه استفاد في الانتقالات هذه، خسر في بناء نفسه صراحة، خسر في الصورة اللي يرسمها للشريك المستقبلي، للمستثمر المستقبلي، للجهاز اللي يوظفه أو بيستثمر فيه مستقبلا. فيمكن أكبر تحدي داخلي. ثاني تحدي هو إحنا ما نهتم كثير في ثقافة العمل. يعني كونك تعرف المؤسسة وزملاء زي ما تشتغل معهم لا يكفي، لازم نفكر جادا بثقافة العمل المؤسسة اللي تذهب لها. هل هذه الثقافة تنفع لك؟ مو شرط كل جهة حتى لو ممتازة والعرض كويس مناسبة لكل شخص. طريقة عملك، طريقة تعاملك مع الآخرين، طريقة أخذك للمسؤولية تختلف من مؤسسة لمؤسسة. فالثقافة العمل اللي مناسبة لك هي اللي بتسمح لك بالنجاح والاستثمار في نفسك. وفي أماكن قد تكون ممتازة، ولكن لازم تكون واضح في ثقافة عمل، فهمك لثقافة عملها وهل هي مناسبة لك أو لا. من أهم النصائح الأخرى جت كيف لازم تقرر هدفك قبل في حياتك. أنا
شيء ثاني اوقات حصل للمستجدين، القياده مو معناها انك انت الرئيس. فالشخص الفاعل اللي يعرف متى يكون جزء من الفريق، متى يكون مرؤوس، متى يكون رئيس، متى ياخذ زمام مبادره بدون مسؤوليه، ولا متى ياخذ مسؤوليه بدون مبادره، ومتى ياخذ كونك تقدر يعني تتاقلم مع الوضع الموجود، ويكون هدفك مو هدفي ارضي فلان والاعلان، بس هدفي ان احنا الحين عندنا مهمه كيف اصل لها عشان نصل المهمه. افضل دور ممكن اسويه ان يكون جزء من الفريق. نجي طال عمرك على موضوع اتخاذ القرار، يعني في ناس ممكن تتخذ القرار بشكل جزاف، وناس يجيها رهاب من اتخاذ القرار من خوفا من المسؤوليه اللي ستلحقه لو ما كان قراره سليم. فوش الخطوات اللي مثلا تبنى افضل في البدايه من قبل ما الانسان يتخذ قرار؟ يمكن اول شيء قرر كيف بتقيم حياتك. يعني ترى هذه قلتها وقد تكون خفيفه وسهله، ولكن اي قرار عشان تعرف صح ولا خطا لازم تعرف تقيمه باي طريقه، صح؟ اذا ما قررت كيف بتقيم انت، التقييم البصير بصير هو اقل، يعني the lowest common denominator، اقل شيء كلنا متفقين عليه. فيصير الواحد بدون ما يحس يدور شيء معين، مثلا يدور والله جاه فلوس، شهره، اللي هي قد تكون هذا اللي تبيه عادي، بس انت قرر. لا تكون لان المجموعه اللي حولك قررت خط تصير انت مسكتها نفس الخط. بعدين اذا بتقرر اعرف انت كيف بتقيم القرار قبل ما تقرر، وش مقومات النجاح. ثاني شيء وش الخيارات، وهنا اللي تستشير. احنا طريقه استشارتنا في القرار نقول ترى انا ودي اسوي كذا، اني فكرت كذا كذا كذا، وعلى اساسها بسوي كذا عشان يصير كذا، وش رايك؟ اكيد الجواب يقول صح عليك، ايش تتوقع الجواب؟ حتى الواحد بينصحك يعني يمكن يقول ترى فكر بكذا، بس هذه ما تعطي مجال لاخذ الراي الصحيح. كيف تقيم حياتك على قرارك انت؟ تقدر تاخذ راي، بس هي بالاخير ما حد يعرفك الا انت. الان بعد اذنكم ننتقل لمرحله الاسئله، وطبعا عشان ما يزعلون زملائنا اللي في مدن الاخرى فاحنا بنبدا بسؤال احد الزملاء يساله. هذا سؤال جميل وشديد على طول، يقول ما هي الطريقه المثلى للتعامل مع الاداره السيئه؟ طيب في شيء شخصي تسويه، وفي العمل المؤسسي عموما. العمل المؤسسي عموما مهم يكون فيه دائما زي فيدباك، لازم يكون في مجالات ان الشخص اذا اثر كقائد او ككذا يكون فيه اشاره لرؤساه ولا اشاره للمكان. فاي مكان يجب ان يخلق هذه الطرق لاعطاء يعني تقييم لكل القاده وكل المسؤولين. فهذه مهم يكون عمل مؤسسي موجود، وانا اللي فاهم الهيئه الملكيه بدات تعمل على هالشيء وموجود الان، كان يتكلم عن بيزيد قبل شوي. فهذا شيء جميل لاستخدام قنوات التواصل الموجوده اللي تساعد على اعطاء يعني بناء، لان العمل المؤسسي ما راح ينمو الا اذا الكل تضافر فيه. وجزء منها انك اذا الشخص ما ادى، لو هو رئيسك يكون في اشاره لرؤساه ولا اشاره للمؤسسه ان هذا الشخص ما ادى. شخصيا مهم انك ما تخسر نفسك مع اذا كان الرئيس او الرئيسه سيئه. مهم انك تتاكد لا تكون رده فعلك تنتقص منك انت. فكون رئيسك سيء ما يعطيك العذر انك ما تادي، رئيسك سيء ما يعطيك العذر انك ما تتقن. مو معناها تسكت تتحمل، بس لا يعني اسوء شيء ممكن تحط نفسك فيه اللي تخسر علاقتك مع رئيسك ولا اللي هو، حتى لو كانت تخسرها بس تخسر علاقتك مع نفسك، وتخسر صورتك اللي انت بنيتها لنفسك ولزملائك وزميلاتك في العمل اللي انت فيه. فمهم اننا ما نخلي السيء الرئيس السيء يؤدي الى انتاجيه ولا عمل ولا جوده سيئه مننا. التعامل معه يمكن البدايه الواحد يحاول يحسن الظن، فتروح تقول له ترى كذا كذا كذا. الشيء الثاني طريقه الحوار انها بدل ما تقول انت سويت وانت اخطات، يقول ترى هالشيء اثر علي وهالشيء تعبني وهالشيء كان ما فهمته وهالشيء صعب علي. فتتكلم بلغتك انت وليست بلغته، بلغه الاثر وليست بلغه النيه، مو انك انت تنوي ضرني وانت فيك وانت عداك، لا طاح علي وطقني. الحين اقدر اقول انت طقيتني، اقدر اقول ترى هذا طقني، صح؟ هذه اصدق اني طقيتني، معناه ان في نيه انك طقني، صح؟ وانت ما تدري، ما حد منا يدري نيه الشخص اللي امامه. فتحاول انك تحسن النيه وتركز على الاثر اكثر من النيه ولا القصد اللي تتوقعه في الشخص.
وتكون واضح معه وتحكي صورة بالكامل أو معها وتحكي صورة بالكامل إنه صار كذا وأثر عليه كذا 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 ومهم إن نعمل فيه. مرة مرتين ثلاثة ما تعدلت وما قدرت تكون أنت صادق مع نفسك وتكون بالإنجاز اللي أنت تفتخر فيه، رأي تطلع مو من الهيمكية، تطلع من إدارة ثانية بس داخل الهيمكية. بس إذا ما صلحت مع رئيسك بعد فترة وحاولت وناقشت وشرحت، حتى لو ما صلحت بس لسه تقدر تنجز أكمل، بس إذا ما تنجز وإنجازك بيتأثر وعملك بيتأثر لا تكمل. شكرا جزيلا صراحة على هذه الإفادة وتبادل الخبرات وما قصرت. الله يعطيك الصحة. شكرا على الإدارة الجميلة الحوار، وشكرا للزملاء والزميلات واللي معنا واللي عن بعد، وشكرا سمو الأمير على حضورك. أنا صراحة يعني أفتخر في هالجهة جدا جدا، يعني ولدت وأنا أسمع عن الهيمنكية وصدوق صناعي وكذا، الوالد من عمره في الصناعة، فدائما صورة الهيئة الملكية عندي هي المرجعية في العمل المؤسسي في البلد. فالله ينفع فيكم جميعا، وهي ما صارت إلا بجهودكم جميعا، فالله ينفع فيكم جميعا ويجعلكم ذخر إن شاء الله.